وليه؟ مين انت؟ ليش اخدي الميك اب تبعي؟ هس ينزع شكلك. مين كان مخلف هون وما مخبرني؟ ولك هي بنتها لنادية خانم. يا حبيبتي، يي شو مبينة حلوة، اكلي كل الميك اب تبعي، بدك ساعديك؟ أما طايشة علي؟ أنا؟ فرحانة عميت عليها شيء؟ لا شو عيطتي؟ أنت ما بتعيطي حبيبتي أبداً. بس يا عمري هي زعلانة لأنه ما مكيجتك هي بإيدها. شفتي يا حبيبتي، أنا ما بعيط على البنات الحلوة القمر، باربي باربي. حطي لي مسترة. مسترة؟ اخترعوا شيء جديد؟ ولك مسكرة مسكرة. مسكرة ايه. شوفي هيدا مسكرة جديد بس هو أحمر. شدي معي أحلى مسترة بدي أحط لك. غمضي عيونك. نقطة ضعفهم سمعتهم، وأنا بدي إياكم تلعبوا على هاد الوتر مشان تطفشون من هون وبسرعة. سواليتي بنت مين هي؟ بنضرتك. شو؟ وشو عم بتساوي هون؟ على هي السرنوة ضرتك تركتها هون علشان الصبايا يديروا بالهم عليها بيدرسوها. يخليكم هون ربع ساعة وراجعت لكم. ليش شو في براسك بالله؟ لأنه بنعرف أفكارك كتير خرندعية. بقلكم بتضلوا هون بمكانكم وبتتجمدوا. هذا ابني الصغير ودلولي وبقبق عيوني. شو بدنا نسوي ببقبق عيونك يعني؟ ركب له على شعر؟ لا، بدكم تخلوه عندكم للمسا مشان فقع قلبه للحرباية هي ضرتي، وهيك بكون خلصت تعزيل بيتي. طيب ام حفظتيه ولا نحفظه؟ ام رضعتيه ولا منرضعه؟ بتاكل هوا انت وياه وبتخرسوا ولا بخرسكم؟ بعدين مو شايفينه كبير على القصص هي؟ يقبر قلبي ان شاء الله. له تم ياكل ما له تم يحكي. لك ما هذا اللي مخوفنا. نحن بدنا يكون عنده تم يحكي وتم ما يقرب على البراد نهائيا. لا تضايقوا يقولي خليها. بده يضل هون احسن ما طربق هالمزرعه على راسكم فوقاني تحتاني. ويا ويله ويا ويله ويا سواد ليله يلي بزعله لانه ابني كتير كتير حساس. باي باي. لا انت حساس شي؟ عن جبني؟ ياي ما احلى سقراتك. خلاص لك نانا شبك؟ لا بدك تدرس ولا بدك تخلي حدا يعرف يدرس. اما طايت علي؟ ايه. لا يا عمري ما عميت عليك يا روحي، تقبريني انا كثير بحبك بس لازم ندرس مثل ما وصلتنا الماما. اوكي؟ لا عيطت علي وضربتيني كمان. انا ضربتك يا عمري تقبريني؟ مو انت نطيتي علي مثل جون سينا؟ رح اقول لماما انك شريره. انا شريره يا روحي تقبريني؟ اذا انا اسمي فرح وين الشر بالموضوع تقبريني؟ بوس ايدك عندي دراسه. شو رايك لعبك بتياب مايا؟ لا. طيب لعبك بهدايا ياسمين؟ لا. طب شو اعمل لك؟ تتفرجي على اليوتيوب؟ ايه. تقبريني؟ خدي يا عمري السيرف كله على حسابك وعلى حساب امك بس تركيني ادرس. اوكي؟ لمين انت ولا؟ تامر. ما؟ يعذبني اياك يا تامر شو غلط؟ يمكن بعت لك قلت لك شو غلط؟ لا تسعد ماما. لك موت بقى موت. اقتلوه نو. ايه. ست فرح؟ لك شبكم ما عاد خليتوني اعرف ادرس؟ شو هيدي الصورة اللي نزلتيها على الانستغرام؟ شبها ما فرجيتك اياها امبارح وقلتي لي حلوة نزليها؟ بلا فرجيتيني عليها، بس مش صورتنا فرح. هيدي شو؟ قولي، معقول حسابي تهكر؟ لك ايه ايه سمعانك ايه. ليش كل مرة بتحسسني اني عم حكيك من الصين؟ عم تسمعني هيك؟ حابب بقول لك اني لقيت لك خط الطنجرة تبعك نصك الثاني. ايه وسلم لي على امك وبيك قلن انه انا بعتذر عن اي لحظة لما كنت صغير لاني كنت كتلة غلاصة.
لك كتلة غلاظة كتلة غلاظة. ألو فريد. خير. جيب لي اصفر وجيب بروستي. شو؟ اصفر وجيب بروستي. ايه. وجيب لي معطو. ايه وشو كمان بدك؟ وكتر لي مخلل، يعني انه انا بتنكرز اسمع اكل مخلل معه، ما بحسن ما اكل مخلل. بتتنكرز؟ ايه. وشو كمان بدك؟ كولا دايت. دايت. أنا حكيان لك قصة أمي لما بزتني قالت لك الدكتورة ابنك بنص كر ومع الإياب بده يتحول لكر كامل، حكيان لك ياها؟ لا أنا هلق بدي يتحول لكر كامل. بويكا حلقة يعني حلقة لعن أبوك كلب لعن أبوك هالدلوقتي ولك وين أنا قديش شفت أولاد مثل لهنانة ما شفت لك ويني هالبريد لهناها لك أنا ليكي وينها؟ وليه؟ هاتي الله لا يوفقك لشوف شو منزلة شو؟ 120 واحد شايفينها للصورة؟ الله لا يوفقك لك وين الميك اشتاغتك وينها؟ تعالهم لحظة ها؟ بنت حلال ألو؟ أهلين يا أهلا وسهلا نانا؟ يا حبيبة قلبي نانا يا عمري شو شاطرة وشو حبابة وشو هادية هي لا بنوب بنوب ما عذبتنا دخيل قلبها لا ولو بدك تجي تاخذيها شو شايفك هالكلمة؟ هي عشر مرة بتكبلها هي يلا ما رح ماشي يلا جنن لا يا حبيبي لا يا قلبي ليك عم تحكي مع عمو رامي تعا حبيبي تعا بتروح لهنيك بتمارس طفولتك بالزاوية لحالك اوكي بس تبطل هيك تمل تعال نلعب معك يا اخي مو معقول والله لو قاعد بأوتيل احسن منهم على اساس انت معك تستاجر غرفة ببيت اهلك بتضحك علينا هلا يعني مشان يجاكروا بعض بزتونا اولادهم نحن بدنا نقعد نربيهم شباك رامي شباك كبر مخك ولد صغير بيضل هذا يعني نحن قديش هلكنا اهالينا لو وصلنا لهون وعقلنا وهدينا يا اخي انا ابني ماني ضايقه ابني ها ما بطيقه يفتح حارتك امتى جبت ولد؟ هلا؟ ها؟ انه اذا صار عندي ولد اذا حبيبي ليه هيك سويت يا قلبي؟ تعال تعال عذبتكم شيء؟ لا ابدا اعوذ بالله ان شاء الله بتقبرني شو مرتبه ومؤدبه وهاديه الله يبعث لي بنت مثلها يا ناديه خانم لا ويا مدام شو شاطره اسم الله علي ما بالحق اسالها السؤال الا وبتكون جاوبتني عليه ومو بس عليه على اللي بعد بعد بعده صحيح انا مدللته كثير لانه اخر العنقود بس يقبش قلبي بنوب بنوب ماله مايع يلا والبركه شو مايع والله اعقل خلق الله الاعقل منه كر ماله مايع حبيبي تامر بوصل لرفقاتك بوسو بوسو لعمو ايه بوس عمو سيزار كمان ايوه انا ايه شو كيوت بتتاكل الاكل مدام نادية بليز على طول ضلك جيبي لنا اياها لانه متنا ما بقى فينا نعيش من دونها اكيد رح جيبها كثير لسه طولي بالك بتعرفي نحن الجيل القديم لازم نعلم الجيل الجديد شغلات كثير منيحه ايه اكيد اكيد اما شو جيل يخزي العين يعني كل المشاكل اللي مرت هيك عبر التاريخ واللي ما انحلت بس يكبروا حلوه تماما عيب ماما عيب تبزق على عمه لا لا متعود تنهر مبزق عليه طبيعي وقفت على البزقه ما هو مطرطش له من فوق ومن تحت باي باي باي